ميلي نورتين، مدير مهرجان اكادير، اكادير للالعاب السحريه في دورته الخامسه. اذا بالنسبه للدورات العام كانوا عندنا مجموعه ديال الفنانين اللي غادي نخليكم مع احمد غفامي لو ماناجير ديالنا اللي كاين في فرنسا، وغادي يقدم لكم كل الماجيسيان اللي غيحضروا معنا ان شاء الله. السلام عليكم، معكم غفامي حمد، انا ديريكتور ارتستيك ديال هذا الفيستيفال، ندير البدايه ديالو وانا اللي كنشرف على باش نجيب لي ماجيسيان من جميع الدول. وهذا العام ان شاء الله جبنا بازينا بزاف على الدراري مغاربه واللي عايشين في الديار الاوروبيه، ومعنا واحد الاخ من الجزائر اللي هو اشرف، ومعنا واحد الاخ اللي هو غني عن التعريف اللي سميتو نور الدين بلاوي، اللي كنشوفوه بزاف في هذا المجال ديال لا ماجي، وكيعطي بزاف للمغرب، وهو كيسكن بالديار الايطاليه. وكذلك حافظ جود اللي هو كيسكن بالديار كيسكن في لندن، وطوني ماجيك اللي هو غني عن التعريف ودار بزاف ديال لي ميسيون في المغرب وخارج المغرب، وكيسكن بمدينه كازا الدار البيضاء. ومعنا كذلك انس نظريت اللي شارك في عده مهرجانات في المغرب وخارج المغرب، واللي جانا من ديال الفرنسيه وبالضبط من باريس. ومعنا كذلك الاخ عبد اللطيف قديري اللي هو من مدينه اكادير واللي كيشرف المدينه ديال اكادير، وكنشكرهم بزاف، وكنشكروا سوس 24 على هذا الانترفيو اللي داروا معنا، وكنشكرهم بزاف ونعاودوا نشكروهم على فاطمه. تحسوا براسكم مرتاحين، سفر فيقوا صفقوا على الله يخليكم، مشيو تجلسوا مع الناس. شكرا لكم، شكرا لكم مناس دو نازاريت، او بليزير دوما ان شاء الله. ميرسي. السلام عليكم، مرحبا بكم في مهرجان ديال اكادير ديال لا ماجي لي ليجيون وليبنوس، هو داخل في لا ماجي. انس دو نازاريت ماجيسيان ليجيونيست هيبنوتيزور، غدا ان شاء الله غادي نعطيكم واحد لو شو ديال ليبنوس ان شاء الله، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، وكنتسناكم مع 8 ونص. ايوا نتسناو تكونوا ان شاء الله كثار بزاف. شكرا بزاف اكادير، شكرا بزاف لهذا الشيء ديال المهرجان ديال اكادير والناس اللي نظموا هذا الشيء واللي جمعونا، لان باش نتلاقاو مع الناس اللي بحالنا صغار ما كنتلاقاوش معاهم ديما، نتلاقاو مع لي زيموريست لي شونتور اكسيتيرا، ونتمنوا ان شاء الله غدا ينال الاعجاب ديالكم. زعما مرحبا بكم، شكرا جزيلا لمدينه اكادير والفيستيفال الخامس لاكادير. ورحمه الله تعالى وبركاته. الا دزون عبد اللطيف القديري، انا زرت في السينوفوس نغد ماجيسيان غير لي 6 شهور. غاسه ديكاي هو اسم قرن يتنظم المهرجان ايكان عالمي للمره الخامسه على التوالي غير مدينته وكادير، نستضف كيسيان العدد اللي ماجيسيان لا غدوش كانين سواء غير المغرب ولا غير المدن الدول ياضنين. غاسه ديزري الافتتاح صباح ان شاء الله، رتي لي الكالا مقرن اللي غادي العروض مقرن يغسلنا ربي. مرحبا بالجميع. الفيستيفالات انت كان الاول اللي سولي تنظم غير المغرب حاليا، عرفت تنظم من كله كان شباب كان كله ايت اكادير. جمعيه اسمها سجن محترف اصدقائيه ديال خفا، كنتمنى السولي يستمر المهرجان ديال غسلنا ربي، جوي لي الدعم شويه شكون الضمين هاد الالعاب الخفا وراس باهر فكين مدن الاهميه. الجمعيه تسي كله تزايط من المغرب كله تسع تاد. غير كلي تزرامة المهرجان يقا فابور، بمعنى يفكايات الفرصة يمدنا اللي الجور زرنين الخيرات ولا وليت زرانين غير التلفازة تزرين مباشرة زواد حاضر نزرين يا العدد الألعاب نتفسي نفوس اللي قالين شوية غريبة في اللاتسن غير ورا ورات بزاف زران. يفكا الفرصة كذلك المشاركين تطور المواهب النسن، زود نكي الدورة الأولى يسكا زريغ غيد غلاكو الطيبين هي المهرجان. كشم غد صور لي ماجيسيان شارك غير المسابقة ربح الجائزة الأولى غاكودن، من بعد العام ياضنين ربح الجائزة الثالثة غاك المنصة، حتي غير تستمر هايدي تسنى غير غاك المنصة كمحترف. أركون تشكار. السلام عليكم، الاسم ديالي نور الدين بلاوي، فنان ألعاب سحرية، وهذه المشاركة ديالي تقريبا الرابعة في هذه لا 5 إيديسيون اللي كنتمناو إن شاء الله طرقكم وطرق الجميع، وخصوصا
المدينه اكادير اللي كتشعب هذا المهرجان اللي هو مهرجان الفنون الالعاب السحريه اللي تقريبا الوحيد في المغرب اللي كاين اللي كيعطي فرصه للطاقات المغربيه وحتى الفرصه الناس اللي على برا اللي مغاربه اللي كيعيشوا على برا الاميرو كون ابيل اميرو. وهذه فرصه سعيده لان كنشارك معهم تقريبا لمده لا كاتريم فوا. معكم توني ماجي من مدينه الدار البيضاء. كيف شفتوا اليوم اننا كنا في افتتاح فيستيفال انترناسيونال دو ماجي اللي كيدار دائما بمدينه اكادير في الدوره الخامسه ديالو؟ كيف كيعرف هذا المهرجان هذا العام مشاركه ديال مجموعه ديال المغاربه اللي عايشين؟ الموسيقى العام مهرجان اكادير الدولي للالعاب السحريه. كما تعرفوا الدوره هذه وصلت الدوره الخامسه من المهرجان. المهرجان بدا في سنه 2012 اللي بدا كاول دوره كمهرجان وطني اللي شاركوا فيه دي ماجيسيان من المدن المغربيه. الدوره الثانيه كذلك كان وطني. ابتداء من الدوره الثالثه انفتحنا على الصحراء اللي كاينين في دول اخرى في العالم، وصلنا اننا نجيبوا مجموعه من الصحراء، مجموعه من الفنانين اللي عندهم باع طويل في هذا الفن هذا. الحمد لله الدوره بعد الدوره كان كيشهد نجاح، وحضور الجماهير كما تابعتوا معنا اليوم راه كان متميز، كان حضور قوي. وكنتمناو غدا ان شاء الله في التتمه ديال المهرجان اللي غادي يكون غادي يبدا مع 10 الصباح بواحد القريه ديال الالعاب لفائده الاطفال بالمجان في المركب الثقافي محمد خير الدين، في الساحه ديال المركب الثقافي محمد خير الدين. وكندعو الاباء انهم يجيبوا اولادهم بكثافه، لانه فعلا هذيك الصبيحه وهذاك الفيلاج غادي فيه ما يستحق انه الاطفال ديالنا يحضروا، لانه غادي يكون برنامج تربوي 100%. 8 ديال العشيه ان شاء الله غادي تكون الكالا، يعني السهره الرسميه ديال المهرجان اللي غيشاركوا فيها هاد الفنانه هادو اللي كما تبع الجمهور اليوم داروا بعض العروض القصيره على خشبه منصه الافتتاح. كاين اناس دو نازاريت، كاين توني ماجي، كاين نور ماجيك، كاين عبد اللطيف القادري، وكاين اشراف دو لو ماجيسيان وحفيد جود. وكنشكر جميع الناس اللي تعاونوا معنا في هذه الدوره هذه. كنشكر الجماعه ديال اكادير، وكنشكر المجلس الجهوي للسياحه، وكنشكر الناس كاع اللي المركز الثقافي سي سماسا، وكذلك كنشكر الناس اللي تعاونوا معنا اللي ما لا يتسع المجال ان نذكر سميتهم كاملين، انما الشكر الجزيل لهم كاملين.